طبعا ايمانا منا بهذا المشروع مشروع الاداره الذاتيه الذي يمثلنا كحزب سوريا المستقبل كاراده لحزب سوريا المستقبل ولجماهير حزب سوريا المستقبل وايضا للشعب السوري ايمانا منا بهذا المبدا وبهذا المشروع قمنا باطلاق حمله هاشتاج على صفحات التواصل الاجتماعي للاعتراف بالاداره الذاتيه طبعا الاعتراف الدولي المقصود به هذا الاعتراف يتطلب دعم منا كحزب سوريا المستقبل وتحرك ايضا شعبي على هذا الاساس بعد اطلاق حمله الهاشتاج التي قمنا بها بحزب سوريا المستقبل ايضا قمنا بمسيرات على مستوى شمال وشرق سوريا تطالب بالاعتراف الدولي بالاداره الذاتيه طبعا هذه المسيرات بدات اولا بمنطقه الفرات وهي مسيره مشتركه بين منطقتي الفرات ومنبج للاعتراف بالإدارة الذاتية طالبا فيها الشعب المجتمع الدولي للاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت المسيرة الثانية هي بدير الزور أيضا انطلقت الاعتراف بالإدارة الذاتية ومن ثم كانت هناك مسيرة مركزية على مستوى الرقة الطبقة المنطقة الوسطى ومجلس أدلب طبعا كانت هذه المسيرة في مدينة الرقة انطلقت من أول الجسر القديم وحتى إلى أمام الإدارة الذاتية معبرة عن إرادتها الشعبية بالاعتراف بالإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا وأيضا أنها هي الحل الأمثل والحل الوحيد لحل الأزمة السورية طبعا هذا مطلب شعبي على مستوى شمال وشرق سوريا بشكل خاص وأيضا على مستوى سوريا بشكل عام طبعا هذا الكلام كان هناك تحرك شعبي للاعتراف بالإدارة الذاتية ونحن بدورنا كحزب سوريا المستقبل ايضا نطالب الاعتراف الدولي بالاداره الذاتيه لانها هي الاداره الوحيده والحل الامثل لحل الازمه السوريه وللوصول الى سوريا ديمقراطيه تعدديه لا مركزيه